الملف تأخر اليوم، الجلسة ديال اليوم كانت عادية، الملف تأخر، تأخر الإعداد الدفاع لأن السيد روسي دلا بشهادة طبية على الحالة الصحية ديالو متدهورة، يعاني مرض السكر، والحمد لله إن شاء الله الملف راه تأخر 3 تسعود، وإن شاء الله يكون خير داك الساعة، يكون الملف جاهز وتكون المرافعة وداك الساعة عادي يكون جديد. لا 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 أبدا أبدا ما عنده حتى شي حاجة، الحالة ديالو الصحية لأنه يعاني مرض السكر، وهذه الحالة وهاد المسائل هذه كلها كتأثر على الصحة ديالو، سي نورمال، هذه شيء عادي، واخا ما يكونش الملف هذا الشكل هذا، واخا يكون إنسان عادي، هذا الشيء راه ماشي أثر عليه.